وصلنا الآن إلى الدرس 37 من 1000 كلمة إنجليزية في دقيقتين. كلمة اليوم كلمة also. 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 Get ready. Write all the phrases. So you need a notebook, a pencil, just 2 minutes, and say after me 5 times aloudly. كرر خلفي العبارات بصوت مرتفع حتى تتقنها باللفظ الصحيح. أما الآن اضغط على زر إعجاب لهذا الفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تصلك باقي الدروس حين نشرها. أما الدروس السابقة بإمكانك الحصول عليها هنا في الأعلى. الآن سيظهر أمامك الرابط أو أسفل هذا الفيديو في مربع الوصف بعد انتهاء من هذا الدرس. التكرار أم المهارات، لذا كرر جميع العبارات بصوت مرتفع واكتبها وكرر الدروس عدة مرات حتى تتقن كل درس بشكل جيد جدا. كلمة also. Also تأتي بمعنى أيضا أو كذلك. Also أيضا أو كذلك. المثال الأول: They have tea and also cakes. They have tea and also cakes. لديهم الشاي والكعك أيضا. المثال الثاني: We have three and they also have three. نحن لدينا ثلاثة وهم لديهم ثلاثة. We have three and they also have three. المثال الثالث: They are not only our neighbors. They are not only our neighbors. هم ليسوا جيراننا فقط. But also our friends. ولكن أصدقائنا أيضا. أما مرادفات كلمة also: as well تأتي بمعنى all. أيضا مرادف الكلمة also كذلك as well. Likewise بطريقة مماثلة likewise. Furthermore علاوة على ذلك. In addition بالإضافة إلى، كما مر علينا سابقا أخذنا كلمة in addition في الدروس السابقة بالإضافة إلى. أما الآن حاول كتابة جملة تستخدم فيها كلمة also. حاول أن تكتب جملة أو أكثر من جملة مستخدما فيها كلمة also. لا بأس أن تراجع الجمل والأمثلة الموجودة عندنا وتشاهد كيفية استخدام كلمة also. وصلنا الآن إلى نهاية هذه الحلقة. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. بإمكانكم كتابة الجملة باستخدام كلمة also أسفل هذا الفيديو في التعليق أو في صفحاتنا على الفيسبوك. شكرا لكم على المتابعة واستمروا بالمثابرة. إلى اللقاء.